سقطت سيدتنا اليوم الاثنين 26 شتنبر الجاري داخل بالوعة بحي تالبورشت بأكادير. ونشر الصحفي محمد أوبركا الخبر في تدوينة فيسبوكية مرفوقة بصورتين جاء فيها: سقوط امرأة داخل بلوعة بحي تالبورشت بأكادير بسبب غياب التدابير الاحترازية لأشغال التهيئة التي تشرف عليها شركة التنمية المحلية. وأضاف الصحفي: فضلا عن غياب مراقبة الشركات التي فازت بصفقات الإنجاز والتي يشتغل بعضها بعشوائية واستخفاف كما يظهر للعيان في عدد من الأزقة أو الشوارع التي يتم تهيئتها.